هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نرسم ستير او سلم. بختار من اركتكشر ستير، تمام. ابدا بلاقي عندي كذا نوع من انواع السلالم، اسهل واحد فيهم اللي هو الرن. ابدا احدد السلم، بلاقي سلم ترسم لي، اقوله فينش ستير، خلاص سلم مرسوم اهوت. ممكن نشوف في 3D، تمام. نرجع تاني للميكانيكال، اقول له برضه عايز ارسم سلم دكشر ستير، تمام. اختار رن. الطريقتين التانيين محتاجين شرح اكتر، تفصيل اكتر. ابدا ارسم سلم، كده انا رسمت سلم وفي بسطة موجودة. لو عايزين نشوفها في 3D، رسم فينيش ستير، السلم بالشكل الموجود قدامنا دلوقتي. عمر سليم.